السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير. انا عارف بلي تعطلت عليكم بزاف بزاف بزاف، تقريبا هذه 20 يوم ما لونسيت حتى شي فيديو. ما كانوش عندي افكار وكنت مشغول شويه، يعني ما كانوش عندي افكار وما فكرتش في اليوتيوب هاد الايامات، سمحوا لي بزاف، ولكن ان شاء الله غادي نرجع لكم فيديوهات جداد. اللي خلاني ندير هذا الفيديو اليوم وهو واحد المناسبه خاصه. وصلتني هاد الورقه، هاد الورقه كما كتعرفوا مهمة لأي يوتيوبر، أي صانع محتوى. وبهذا المناسبة بغيت ندير هذا الفيديو باش نوري للناس اللي بغاو ينشئوا قناة والناس اللي بغاو يفعلوا الربح دغيا كيفاش يديروا، المهم خطوة بخطوة. أنا كمبتدئ كنشارك معكم الخطوات اللي بديت، وكنتمنى الحظ للناس كاملين إن شاء الله يوصلوا في أي حاجة اللي بغاوها، يوصلوا الحاجة اللي بغاوها. المهم ما تمشيوش بعيد، ديروا واحد لايك كومونتير وشاركوا في القناة. يلا خليكم نبداو الفيديو. المهم نبداو الفيديو ديال اليوم. اليوم بغيت نهضر لكم كيفاش تفتحوا قناة وكيفاش تبداو تديروا المحتوى ديالكم. انا عارف بلي بزاف ديال الناس باغيين يديروا قناة ولكن كيفكروا كيقولوا شنو غادي ندير في هذه القناة، كاينين قنوات بزاف واش غادي نقدر نتحداهم ونفوتهم. كاين الحل، يعني غادي يكون عندك غير افكار، يكون عندك تليفون وغادي تصور، غادي تشوف الطبيعه ديال القناه اللي بغيتها، النيتش ديال القناه، يعني الهدف القناه علاش كتهضر، الفيديو ديالك علاش، كيفاش يفيدوا الناس. المهم كنتي مشغول مثلا، كنتي كتخدم وكتقول ما عنديش الوقت، غادي تفكر في دير فيديو على المهنه ديالك، على العمل ديالك. مثلا انت نجار، غادي دير فيديو على النجاره، كيفاش كنصاوبوا هذه، كيفاش كنديروا هذه. ما ياخذش لك وقت بزاف، غادي ياخذ لك 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا كاع 15 دقيقه. وهادشي كينطبق على جميع المهن، يعني خدام سودور وخدام نجار خدام صباغ، غادي تشارك الحياه اليوميه ديالك، شنو كدير في كل نهار، كيفاش كتخدم، كيفاش بالطبع ما غاديش تشارك الاسرار ديالك، ولكن غادي تشارك المهنه ديالك مع الناس باش يعرفوا. كاينين بزاف ديال مثلا صباغه ولا نجاره اخرين غادي يبغيو حتى هما يستافدوا منك، وعاوتاني انت تستافد منهم في لي كومونتير، يعطوك افكار معلومات نصائح. وهادشي كينطبق على الناس الاخرين، مثلا شي حد بغى يدير فيديوهات ديال السفر، هو مولف كيسافر ديما مع صحابو ولا مع العائله ديالو، عنده اوقات في السيمانه كيبغي كيسافر ولكن ما كيصورش. هذه فرصه يهز الكاميرا ديالو ولا التليفون ديالو، يبدا بالتليفون، مثلا مشى لطنجة، مشى لفاس، مشى لمراكش، مشى لقنيطرة، مشى لخميسات، مشى للصحراء، مشى فين ما مشى، يهز التليفون ديالو الكاميرا ديالو. انا مشيت هنا، انا وقفت في هذه البلاصه، هذا الستاسيون، هذا اشنو كلينا، اشنو كتشارك الحياه اليوميه ديالك، كترفه على الناس الاخرين. كاين اللي كيجي للدار كيجيب يوتيوب كيبغي يرفه، يشوف الناس كيفاش كيعيشوا الحياه ديالهم، وعاوتاني حتى هو يفكر انه يخرج ويسافر، يعني كتموتيفي الناس، كتحمسهم باش يديروا حاجه اخرى. يعني انت كتعتبر كمؤثر كتاثر في الناس ولكن بالحاجه الايجابيه ماشي بالحاجه السلبيه، كما كتعرفوا قنوات اخرين بلا ما نهضروا الاسماء راكم عارفينهم. المهم كما قلنا كتهز الكاميرا ديالك، التليفون ديالك، مشيتي لهنا كتصور. عاوتاني بالنسبه للناس ديال المهن، كيشرح للناس على المهنه ديالو، كيعاود لهم الحياه اليوميه ديالو، شنو كيدير شنو ما كيديرش، يعني كيمشي هنا، شنو نوع الخدمه ديالو، كيشارك مع الناس وكيفيدهم. ودابا غادي ندوزو للمرحله كيفاش تكبر لاشين ديالك شويه بشويه، وكيفاش تدخل في البارتنرشيب ديال اليوتيوب، يعني كيفاش تولي منخرط مع يوتيوب باش من هنا لقدام ان شاء الله تفعل الربح. المهم نبداو بهاد القضيه هادي. باش تفعل الربح كاين واحد الخطوات كياخذ لك ضروري شي الوقت، حيت هادشي ماشي ساهل. كما كتعرفوا بزاف ديال الناس ولا كيمشيو لليوتيوب، زعما كيدوزو لليوتيوب، واليوتيوب عارف هادشي، داروا خطوات صعاب شويه، بحال مثلا ديال خصك 4000 ساعه ديال المشاهده تجمعها و1000 مشترك. ولكن ان شاء الله بهاد الخطوات هادي غادي تدوزوا هاد المراحل هادو اللي كيبانوا صعاب، ولكن هما ما صعابش بزاف الا كنتو كتخدموا وما كتملوش. اليوتيوب ما كيبغيش تمل، كيبغي ديما تخدم فيه، تعطيه ديما الوقت باش توصل داكشي اللي بغيتي ان شاء الله. المهم اول حاجه خصكم ديروا من كتختاروا الهدف النيتش ديالكم، مثلا غديروا شي حاجه ديال السفر، شي حاجه ديال الطبخ، شي حاجه ديال المهن، يعني كتختاروا النيتش ديالكم. واي حاجه ما تقولوش انا مثلا عندي غير تليفون جيوان ولا عندي غير تليفون سامسونج هذا ولا هذا ولا هذا، ماشي مشكل، بدا باللي عندك، غادي توصل واحد النهار وغادي يجيك داك الشيء، يعني عادي. اهم حاجه واول حاجه هي تبدا بداك الشيء اللي عندك، ما تمشيش تشري فلوس وخسر. يوتيوب غاتانفيستي فيه من تربح منه الفلوس ان شاء الله بالخدمه ديالك. المهم كتاخذ التليفون ديالك ولا الكاميرا ديالك كتصور الفيديوهات كما قلنا. المهم حاول تبقى دير فيديوهات طوال،
في البداية دير فيديو طوال، فيديوهات عرف الناس على راسك، عرف المهنة ديالك، ولا عرف شنو كدير، مثلا كتسافر ولا وريهم داكشي. يعني بدا كما قلنا، بدا دير فلوغ، بدا تشرح للناس على القناة ديالك، واحد الفيديو ولا جوج فيديوهات ولا 3 فيديوهات كاع تشرح على القناة ديالك، تعرفهم، تعرف الناس بيك. يعني ماشي تبدا لهم ديريكت تبقى السفر، انا مشيت، انا مشيت، عرف الناس بيك شويه، بقى تهضر على راسك، بين المحيط ديالك، من بعد تبقى تصور فيديوهات. هادشي كنطبق على جميع النيتشز. المهم بقى تصور فيديوهات، وشويه بشويه من تبقى تشوف الناس كيدخلوا، جاوب على الناس، على الكومنتار كاملين، باش ما يقولوش الناس هذا متكبر، هذا يلاه بداو كيتكبر علينا. جاوب الناس، ولا قال لك شي واحد نصيحه خدها بعين الاعتبار، واخا ما عجبتكش خدها بعين الاعتبار وقول لي شكرا. هذه من غير يكون انتقاد بناء بالنسبه للناس اللي كيكومونتيو، جاوبهم، عطيهم الوقت ديالهم، بغاو يسولك على شي حاجه جاوبهم، باش حتى هما يشجعوا ناس اخرين يجيو يشتركوا عندك في القناه. المهم من بعد هذا الشيء، القناه ديالك خصك تبقى تحط فيها فيديو طوال، تحط فيها فيديو طوال، مثلا 8 دقائق 15 دقيقه، وانا غادي نرجع لكم نقول لكم علاش غادي تحط فيها فيديو طوال. المهم 8 دقائق 15 دقيقه بحال هكاك، 5 دقائق حتى 15 دقيقه كاع. المهم هاد 15 دقيقه غادي تنفعك باش تجمع ديك 4000 ساعه. يعني حاول تلونسي تقريبا في السيمانه واحد 3 مرات في السيمانه، ولا قدرتي دير اكثر، الا قدرتي تلونسي مثلا يوميا ولا 2 مرات في النهار، راه مزيانه كاع. المهم حاول تكسب الناس، لونسي فيديوهات، بين داكشي ديالك، يكون حاجه هادفه ونقيه وكاليتي، يعني مزيانه. يعني كاليتي ما كنهضرش على الصوره، ولكن كنهضر على الكواليتي ديال الفيديو، يعني المحتوى ديال الفيديو. المهم وري الناس داكشي اللي باغي توريهم، اللي باغي دير. والفيديوهات علاش خصك ديرهم طوال؟ باش الناس يتفرجوا، باش تجمع ديك 4000 ساعه. المهم حاول تشارك الفيديوهات ديالك في الانستغرام، في الفيسبوك، في الواتساب، مع العائله ديالك، عطي الناس، العائله ديالك يبارطاجيو مع الناس اخرين، باش المشاهدات يجيوك والفيوز يجيوك، الواتش تايم يجيك. يعني كنقصدوا بالواتش تايم هو الوقت ديال المشاهده، يعني شحال تفرجوا الناس. ان شاء الله مع الوقت تقريبا تاخذ لك ديك 3 شهور بحال هكاك، غادي تكون كملتي ديك 4000 ساعه اللي ما حبستيش من اليوتيوب، ان شاء الله غادي تكملها. وكتبقى لك 1000 ابوني، 1000 ابوني راه سهل، 1000 مشترك راه سهل من 4000 ساعه. 4000 ساعه فين كاين المشكل، ولكن ان شاء الله غادي تخطاها واحد شهرين ولا 3 شهور كاع، غادي ولا قل كاع غادي تخطاها الى خدمتي. و1000 ابوني غادي تشارك مع الناس، مع العائله ديالك، وغادي تجمع باذن الله. المهم ملي كدوز هذه المرحله ديال 1000 ساعه، كيطلبوا لك واحد الفيريفيكاسيون، واحد كتدخل واحد المعلومات كيعطوك في، كتدخل اليوتيوب ستوديو. ان شاء الله غادي ندير فيديو غنشرح بلي زيتاب وبالصور كيفاش دير. كتدخل اليوتيوب ستوديو، كتلقى واحد البلاصه خاصك دير فيريفيكاسيون، وخاصك تصاوب جوجل ادسنس الاكونت. غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا الكونت ديال جوجل ادسنس ان شاء الله في الفيديو الجاي، في شي فيديو ان شاء الله جاي. كتصاوب جوجل ادسنس وكتليوه، كتدخلوه مع اليوتيوب، مع القناه ديال اليوتيوب ديالكم، كتكون داك الوقت في البارتنرشيب، يعني مشتركين مع اليوتيوب. المهم فاش كتدخلوا داك جوجل ادسنس معاكم وكتفيريفيو كلشي، كيوصلكم هذا الكود، كيصيفطوا لكم ملي كتوصلوا 100 درهم، كتجمعوا 100 درهم ديال الارباح من اليوتيوب، يعني 10 دولار تقريبا، كيصيفطوا لكم بريال الدار، هو اللي فيها الكود هذه، كيصيفطوا لكم هذه البريه هذه. وصلنا كيكون الكود، كتدخلوا داك الكود في جوجل ادسنس ديالكم، ومن بعد كيطلبوا منكم تحطوا البنك، الريب ديال البنك ديالكم، يعني الرقم ديال البنك ديالكم، كتحطوه، كيصيفطوا لكم واحد المبلغ قليل، قليل من 10 دراهم، كيقولوا لكم شحال وصلكم، باش يتاكدوا انه راه بنك يعني حقيقي وشخص حقيقي كيستعملوا. ممكن يوصل لك واحد المبلغ فيه الفاصله، يعني باش يتاكدوا. كتقول لهم انت كتفيريفي، كتقول لهم شحال، كيولي كونت فيريفيد، كيولي كونت مفعل. يعني فاش كل شهر كتوصل لديك 800 درهم على الاقل، كتقدر داك 800 درهم دوزها للكونت البنك ديالك، وانت خرج شي الفلوس ديالك. ولكن اليوتيوب ما ديرش بزاف ديال الناس كما كيقولوا كيديروا اليوتيوب على ود الفلوس، انت ديروا عن حب، ولكن في نفس الوقت غادي تربح منه، ولكن ما يكونش الهدف الاول ديالك هو تربح من اليوتيوب. يعني دير الحاجه اللي كتبغيها باش الناس يحسوا بك، ماشي كتكذب عليهم وباغي الفلوس. يعني وان شاء الله مع الوقت غادي يبداو يجيوك شركات، يبداو يجيوك يبغيو يديروا معاك كولابوراسيون، يبغيو يديروا معاك اعمال، يقول لك مثلا هاك هاد الساعه وريها لينا، هاك الحوايج. يعني داكشي كيجي مع الوقت. المهم اول حاجه تبدا انت بالفيديو ديالك. المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون عاونكم، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون مهم اكثر من هذا الفيديو هذا، وغيكون بالصور، وغادي نوريكم داكشي بالديتاي ديال الديتاي. وان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش واحد لايك واشتراك وكومونتير، دعمونا، نتمنى التوفيق لكاع الناس. يلا Peace.